الكاتب أنور الهواري: أمريكا ليست وسيطا محايدا في مفاوضات سد النهضة، وهي من بذرت فكرة السد منذ الستينيات من القرن العشرين. وفكرة السدود الأثيوبية على النيل الأزرق هي فكرة أمريكية أصلا، والسد مشروع سياسي بالدرجة الأولى، وأمريكا منحازة لأثيوبيا بصفة خاصة. واتفاق المبادئ الثلاثي في مارس 2015 كان لصالح أثيوبيا. النائب السابق محمد الفقي: هل تعلم أن تجارة المخدرات وترامادول وتجارة السلاح وتجارة الآثار والتهريب وعصابات سرقة السيارات ومافيا الاستيلاء على الأراضي وتزوير المستندات ومافيا غسيل الأموال ومافيا تجارة الأعضاء وغيرها تدار في بلادنا بعلم وبمشاركة الأجهزة السيادية والمؤسسات الأمنية؟ المهندس ممدوح حمزة: أذكر الشعب المصري المرهق، من قاوم العدوان الثلاثي هي المقاومة الشعبية، من حضن جيشه بعد هزيمة 67 هو الشعب المصري، من تحمل إدارة البلد بعد هزيمة 67 هم المدنيون المهنيون الأكفاء، من عبر إلى سيناء هو جيش مصر بمجنديه المدنيين وأبطاله الذين أعادوا بناء الجيش بعسكرته وتركيزه في مهنته. الصحفي طه خليفة: في الجزائر المرشحون الخمسة الذين أقرت لجنة الانتخابات ترشيحهم ينتمون جميعا للنظام الذي ثار عليه الجزائريون، وأجبر رمزه الرئيس بوتفليقة على الخروج من المشهد وعدم الترشح للرئاسة مجددا بعد 20 عاما في السلطة. النظام هناك يعيد إنتاج نفسه بوجوه قديمة مع بعض المكياج السياسي. الدكتور صالح النعامي: فقط للمقارنة، قبل 6 أشهر اعتقلت إسرائيل مواطنا تركيا بزعم نقله أموال لجهات إرهابية، لكنها أفرجت عنه خوفا من الرد التركي، في حين تعتقل مواطنين أردنيين أحدهما يعاني من السرطان رغم عدم وجود أدلة ضدهما، في الوقت الذي تكيل المديح للتعاون الاستراتيجي مع البلد الذي ينتميان إليه. الكاتب عبد الباري عطوان: حركة أنصار الله اليمنية تؤكد مقتل أكثر من 4000 جندي سوداني وتهدد بالمزيد، لماذا لا يطالب السودانيون حكومتهم بالشفافية وكشف الحقيقة؟ وهل الرئيس عمر البشير الذي تلقى رشوة مقابل الزج بقوات بلاده في هذه الحرب العبثية هو المتورط الوحيد؟ الكاتبة مي عزام: في سنوات حكم مبارك الأخيرة حدث زواج بين السلطة والمال، وزادت رغبة رجال الأعمال في إصدار صحف وقنوات تساهم في تعزيز نفوذهم. الآن لم يعد ذلك متاحا، لا صوت إلا صوت الدولة ولا مشاريع إلا من خلال مؤسساتها، فلماذا يدعو السيسي لشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وطرح شركات للجيش في البورصة؟ الكاتب وسام فؤاد: ليس أتفه وأشد إثارة لعلامات الاستفهام ممن أطلق قذيفة الشيخ الشعراوي إلا أولئك الذين ساهموا في تحويلها لواقع إلهاء عن قضايا شهيد التذكرة والمآسي التي كشفتها أمطار حمادة، رحم الله الشيخ وأسبغ واسع رحماته على ضحايا مصر في المحنة الراهنة وفيما سيلي.